للقطط سبعة أرواح، جملة حملها الموروث الشعبي للتعبير عما تمتلكه القطط من قدرات. لكن هل تعلم أن هناك من استفاد من تلك المقولة عسكرياً؟ فبينما تدور رحى الحرب العالمية الأولى حاصدة أرواح ملايين البشر، شارك ما يزيد على نصف مليون قط في الحرب بمهام متعددة. كانت أولى هذه المهام بالطبع التخلص من الفئران التي غزت الخنادق ناقلة معها الأمراض ومفسدة المواد الغذائية. لكن القوات البريطانية جندت القطط بشكل مختلف، فمع بداية استخدام السلاح الكيماوي من قبل الألمان عام 1915، أرسلت بريطانيا نحو 500 قط نحو الخنادق التي وجدت بها قواتها على الجبهة الغربية. ومع استنشاق القطط للغاز الكيماوي فارقت الحياة بشكل سريع. لم تقف مهام الجندي القط عند هذا الحد، فقد تم تدريب هذه القطط للقيام بمهام مختلفة مثل حمل الرسائل وإيصالها بين الجنود والكشف عن الكمائن والألغام باستخدام حواسها الحادة وتقديم الراحة والدعم النفسي للجنود.